أعلن أكثر من مرة عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك لم تتحرك المياه الراكدة في الأزمة الليبية. هل يوجد تصور مختلف هذه المرة بشأن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، خصوصا وأن هناك أطرافا فاعلة على الأرض؟ مرة أخرى أقول أن دور الدول في هذا الإقليم ودور القوى الدولية هو بث الثقة في نفوس الأطراف المتصارعة عند تفاوضهم بشأن وقف إطلاق النار، حتى يمكن لتلك الأطراف أن تتفاوض بنوايا طيبة وأن يصلوا إلى النتائج المرجوة. وبالتأكيد فإن المحادثات العسكرية لابد أن تكون مصحوبة بمحادثات على المستوى السياسي، ولهذا فنحن نتحرك بسرعة لجمع كل الأطراف المعنية ليجلسوا معا على طاولة المفاوضات من أجل عقد محادثات سياسية في جنيف. وما رأيكم في جهود مصر لإقناع الأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ إن مصر بالفعل تلعب دورا كبيرا، حيث رأينا الدعم السريع والصادق الذي قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان السيد السراج والسيد عقيلة صالح، وأنا أرى مثل هذا النوع من الدعم وتصدير الثقة للليبيين ذو أهمية شديدة، لأن هناك أزمة ثقة كبيرة في ليبيا، وبالتالي فإن الليبيين يتطلعون إلى الدول الهامة بالنسبة لهم لكي يلعبوا دورا رئيسيا، ومصر مؤهلة تماما لأداء دورها في ذلك، كما أن مصر لعبت دورا كبيرا جدا على الصعيد الاقتصادي الناشئ من اتفاقية برلين. وأنت تعلمين أن لدينا ثلاثة مسارات: المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الأمني، وكما تعلمين أن هناك أيضا مسار شامل معني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وبالعودة للمسار الاقتصادي، أقول أن لدينا مجموعة عمل دولية ومجموعة عمل ليبية مشكلة من حوالي 40 خبير اقتصادي ليبي، وهم من قام بعمل رائع في النواحي الفنية التخصصية وليست السياسية، وبعيدة عن الصراعات والضغوط الموجودة على المسار السياسي والمسار الأمني، لأن هؤلاء الخبراء لديهم مهمة التعامل مع عدد كبير جدا من التفاصيل، ويتمتعون بالخبرات الكافية لأداء مهامهم، حيث بحثوا في أسلوب الإدارة واللامركزية وتوزيع الموارد الاقتصادية، كما بحثوا المشكلة المتعلقة بالبنوك والتي تعد أزمة مستمرة وطاحنة، خاصة في ظل انقسام البنك المركزي الليبي، كما بحثوا موضوعات إعادة الإعمار والتنمية وما سيكون عليه الوضع في مرحلة ما بعد الصراع. وجدير بالذكر أننا عقدنا اجتماعين اقتصاديين، أحدهما كان هنا في القاهرة، وكان لا يمكن أبدا إنجاز ذلك كله بدون دعم من حكومة جمهورية مصر العربية، كما أن مصر هي أحد الدول التي ترأس مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن مؤتمر برلين. But can we achieve any economic development? لكن هل يمكننا تحقيق أي تطور اقتصادي دون السيطرة على الأزمة السياسية؟ Well, I think all of these tracks are interlinked. كل هذه المسارات مرتبطة ببعضها البعض، إلا أن العمل الذي يتم على المسار الاقتصادي يعد ذو أهمية شديدة، لأنه يصب في المسار السياسي والمسار العسكري، لأن في نهاية الأمر نجد أن لب الصراع يكمن في السيطرة على الأموال والموارد، وبعد ذلك يأتي الصراع على السلطة. وفي هذا السياق قدمت لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين خططا تفصيلية عما سيكون عليه الوضع خلال المرحلة الانتقالية، وكيفية توحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية والشكل الذي تكون عليه تلك المؤسسات. واستطعنا خلال الشهر الماضي بفضل مجموعة العمل الاقتصادية أن نصل إلى مرحلة توقيع عقد لإجراء المراجعة والتدقيق لكلا البنكين المركزيين، وهما الفرع الرئيسي للبنك المركزي في طرابلس والفرع الموجود في البيضاء. وكانت هذه المراجعة قد طلبها السيد السراج في يوليو من عام 2018، وبالتأكيد كانت هناك مقاومة لترجمة مقترح السيد السراج على الأرض وإجراء مراجعة دولية للبنك المركزي، وبفضل دعم عدد من اللاعبين الرئيسيين في ليبيا ومنهم السيد السراج نفسه، وبفضل الضغط الذي مارسه المجتمع الدولي، استطعنا إنهاء هذه المشكلة والمراجعة في طريقها للحدوث. وهذا الشيء سيساعدنا كثيرا،
خاصة وأننا نتطلع إلى توحيد كل المؤسسات وتحديدا المؤسسات المالية الرئيسية وأهمها بالتأكيد هو البنك المركزي الليبي، لأن هذا من شأنه أن يلقي الضوء على كيفية التصرف في الموارد المالية، كما أن من شأنه أن ينير الطريق في المستقبل لما سيكون عليه شكل البنك بعد توحيده. وأنا سعيدة الآن أن أرى فرعي البنك المركزي وهما يتعاونان مع المراجعين الدوليين.